احتفلت كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس في العاصمة عمان بقداس إلهي مهيب ترأسه صاحب السيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي، حيث منح سيادته خلال خدمة القداس الإلهي درجة الشموسية للابن الروحي رائد حنة. المزيد في سياق هذا التقرير. يلبس ابننا الروحي ثوب البر والابتهاج على اسم الآب والابن والروح القدس. أمين. فلنقل من أجله يا رب ارحم. ببركة وقرار من صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث والمجمع الأورشليمي المقدس، وبوضع يد صاحب السيادة المطران خريستوفروس، تمت سيامة الأخ رائد حنة شماساً أثناء خدمة القداس الإلهي الاحتفالي والخاص ببرمون عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية البشارة العبدلي. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا إلى سنين قدوس إلى سنين عديدة يا سيد. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهر أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دار الداهرين يا رب. آمين. حيث حمل الشماس اسم القديس سوفرونيوس أحد بطاركة أورشليم كشفيع له في خدمته، شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة الأجلاء وسط حضور جمع غفير من المؤمنين وذوي الشماس ومعارفه. وقبل لحظات السيامة وجه صاحب السيادة كلمته للشماس سوفرونيوس مشددا على أهمية التواضع والاستعداد الدائم قبل إقامة الخدم الإلهية وبخاصة خدمة القداس الإلهي، وأكد على أهمية إقامة الصلوات كما يجب أن تقام مشددا على محبة الجميع وموضحا أن خدمة الشموسية في الكنيسة تشبه خدمة الملائكة في السماء. وأكد سيادته دعمه الروحي المستمر للشماس سوفرونيوس والصلاة من أجله لكي يوفقه الرب الإله في الخدمة التي أوكلت له في المركز الإعلامي للمطرانية. كما هنأ سيادته الشماس الجديد وعائلته داعيا إياه للاعتزاز والافتخار بانضمامه إلى البطريركية المقدسية أم الكنائس شماسا فيها. لأنه الشماس في الكنيسة هو مثل الملك اللي بيطير في الكنيسة، وهون مدعو إنه حياتك أن تكون ملائكية، وهون دورك أنت وزوجتك الحبيبة كيف بدكم تقدروا مع بعضكم البعض إنكم تعيشوا في كنيستكم الصغيرة مع أولادكم بنعمة وبركة الله، تعيشوا هاي النعمة والبركة يومياً في حياتكم العائلية البيتية، لأنه من غاد أبني بتبتدئ حياتنا. اليوم الكنيسة كمان ببركة صاحب الغبطة بتدعوك إنك تكون عضو من أعضاء إكليروس بطريركية القدس يا ابني. ما بتتخيل شو عظم هذا الشيء. هاي البطريركية بطريركية 2000 سنة اللي أول أسقف عليها بعد الرب والمخلص يسوع المسيح هو يعقوب أخ الرب.
من خلاله أخذنا الكهنوت من الرب يسوع المسيح ليعقوب أخي الرب من العنصرة وبعدها ليومنا الحاضر. هذا التسلسل أنت من هلأ رح تدخل فيه، من عائلة لكهنوتية في بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في كنيسة أم الكنائس. افرح يا سهيون أم الكنائس ومسكن العلي، بحكي القديس يوحنا الدمشقي. وشاءت العناية الإلهية إنك تأخذ اسم القديس سوفرونيوس بطريرك القدس من هاي اللحظة وطالع اسمك أبونا سوفرونيوس. وبعد نهاية القداس الإلهي والسيامة تقبل صاحب السيادة والشماس الجديد التهاني من الحضور في قاعة الكنيسة. أبنائي أنا أول إشي كتير سعيد اليوم إنه بنعمة ربنا تمت سيامة ابننا الروحي رائد ومن هلأ وطالع أبونا سوفرونيوس الشماس سوفرونيوس. وبالأخص اليوم اللي عنا منحتفل ببارامون عيد الميلاد المجيد اللي بكرة عنا عيد الميلاد بحسب الطقس الشرقي، فبتمنى للكل كل سنة وانتو سالمين، وبتمنى لأبونا الجديد الشماس سوفرونيوس نعمة ربنا تكون معه، لأنه بعرف قديش محبته للكنيسة وللخدمة، فهلأ الكنيسة دعته حتى يخدم من داخل صفوف الإكليروس الكنيسة وبالأخص كنيسة القدس أم الكنائس البطريركية المقدسية. فهاي نعمة وبركة كبيرة إنه يدخل بهذا المصاف، مصاف إكليروس بطريركية القدس، فعشان هيك بتمنى له كل نعمة وبركة باسم صاحب الغبطة وباسم المجمع المقدس كمان اللي بتمنوا له حياته تكون مليئة بالقداسة أول إشي إله ولبيته، وبعدين لأبناء الرعية، وبعدين خدمة مباركة في حقل الرب. أنتهز كمان المناسبة عيد الميلاد المجيد حتى أعايد كل أبناء الوطن، أعايد في البداية كمان جلالة سيدنا الملك، وأعايد كل أبناء الوطن بهذا العيد المبارك عيد ميلاد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. اليوم بركة كبيرة اللي العالم كله بيبتهج صاحب الغبطة في البيت لحم في مغارة بيت لحم، ونحن هون في الأردن، فكلنا ككنيسة واحدة كنيسة بطريركية الروم الأرثوذكس نحتفل بهاي الأعياد المباركة، فمنتمنى للكل إنه تكون أعياد مجيدة مباركة وتكون سنة 2020 سنة خير وبركة ونعمة على الجميع، وربنا يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. ربنا يحميكم وكل سنة وانتم سالمين، وكمان شكرا لدوركم انتم في نورسات على العمل المهم اللي بتقوموه مع الدكتورة باسمة، اللي ربنا يبارككم في جهودكم لتوصيل الكلمة. ربنا يبارككم كل سنة وانتم سالمين. مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل يتقدمون بأحر التهاني والتبريك من الزميل الشماس سوفرونيوس حنا برسامته الشماسية، متمنين له خدمة صالحة في حقل الرب وشعبه المقدس.